كده نسمع اي يلا هلا مصري مصري تمام. امنتك علي عشان لقيتني مصدقاك، وعدتك في وقت البد جنبك هتلاقيني بسهر على راحتك وراضية تعبك، وان ما تشيلكش الارض بطمنك يا حبيبي من أولها، سكتنا لو تعبتنا هنستحملها، دنيتنا لو عندتنا هنكملها، بصبرنا وانت هنستحملها، على قدنا هنعيش مع بعض مشهورة وعندها هالقد قاعدة شواهدية كبيرة، بترضى ببيت صغير وباب مقفول علينا بالأغاني. لو حبيته وبعدين بتقول له بعدين يا بابا، يعني بعدين كبر شوي. بصير الحظوظ والفرص أكثر لفنانة لشخص مشهور من إنها تكون صبية عادية طاهرة، يعني فينا نقول سابته حدين بالنسبة لهالموضوع تحديدا. اعطينا شوي فكرة هيك عن التجارب اللي عشتيها، كيف كانت بأسيو ولا كانت بريوني أكثر؟ مثلا كمشواري فني وهيك كشباب كفرص عاطفية، يعني مشوار عاطفي، يعني شو بدي أقول لك، بني آدم بينجرح كثير، بس الحمد لله أنا كل علاقاتي طبعا كانت صداقة، أنا كنت كثير بفضل إنه الشاب يكون بيني وبينه صداقة وأخوة، إنه يعني أنا كنت من وأنا صغيرة عمري شي 8 سنين تقريبا مسافر برا لحالي مخيمات عسكرية، كنت كثير شاب يعني صدرين وصبور وحسن صبي كون مع الشباب كثير هيك، فبتروح الفكره من بينهم انه ممكن انا اكون بنت انسان يتفاهموا معي او انه احبهم او انه يحبوني، فالحمد لله يعني هيدا بيدوم اكثر من انه اكون مع شخص واحبه ويحبني وانجرح ويلا ومش عارفه شو. بس هلا الفرص بدي طبعا اكيد يعني فرص بتكون انه بتتفتحي على عالم ثاني على ناس ثانيين، فان شاء الله يا رب ان شاء الله خير. يعني عم بتبعدها انه شيء بروح الحياه، يعني هذا بالمستقبل. طبعا هلا الشغل وتركيزي في مستقبلي ولجمهوري طبعا والاهلي اللي هم واثقين فيا طبعا، هذا اللي انا عم بفكر فيه هو شغلي ان شاء الله. حبيتي الشهره طاهره ولا اوقات بتقولي الشهره حلوه؟ شو كان بدي بهالشغل؟ طبعا بقول هيك كثير مرات، يعني بقول يا ريت ما دخلتش على ستار اكاديمي، بندم صراحه يعني كثير مرات بندم، والاغلبيه بقول يعني حلو ان الناس بتوقفك على الطريق تتطور معاكي، بتشوفي هالفرحه لما بيسمعوا اغنيتك لما بيتاثروا بعذراك او مثلا اي اغنيه ثانيه انت غنيتيها بيحسوها بيقولوا بدي يحسنها، انت بتغنيها اكثر من الفنان، هذا شرف كثير كبير، يعني بتضلك هيك دائما انه لا ما هو هالناس لازم نضلني موجوده لإلهم، لازم نضلني رسمها الضحك والابتسامه على وشهم، هذا الشيء دافع كثير قوي بينسيني انه لا تعب هالشهره وتعب وهالطريق الطويل انا لسه هلا في بدايته. عبالك تغني باللبناني طاهرة؟ اكيد طبعا، وانا جيت مخصوص ان شاء الله تتعاوني مع ملحنين وشعراء من لبنان. مع مين بتحبي يكون عندك تعاون؟ هو صراحة شو بدي اقول لك، يعني انا بحب اللبناني كثير وبسمع اللبناني، فما عنديش مشكلة، الحمد لله كل الاغاني اللبنانية مشهورة ومعروفة، مش مهم، ما عنديش مهم، حتى لو كان واحد مبتدئ مثلي مثله لسه مبتدئين بنساعد بعض بنعمل اغنية ان شاء الله بتكسر الدنيا، ليش لا؟ في موهوبين كثير، في الناس عندهم موهبة كثير بس لسه ما فيش ما حدا ساعدهم طبعا. مين من الاصوات اللبنانية اللي بتحبيها؟ الاصوات اللبنانية بحب صوت اليسا كثير، بحب احساسها، بحسها هيك عندها احساس، بحب طبعا نانسي، بحب شقاوتها، بحب هيك زرافتها على الستيج، على اغانيها شو مهضومه بتحب تسمعيها طول الوقت، ترقصي عليها بتغني معاها، الحمد لله بحب كثير فنانين، بحب طبعا وائل كفوري بعشقه طبعا، فضل شاكر كثير فنانين الحمد لله، بدون ذكر اسماء طبعا. اكيد في كثير من الاسماء يلي كلنا بنحبهم، بس لو سالونا نفس السؤال ما بنقدر نجاوب على كل الاسئله. بالضبط، بدي اقول كلهم. في اتصال بركي انت تاخذيه من بيروت، هذا الاتصال قولي الو الو الو
من نزول نزول زهرة وقلنا أهلا وسهلا فيها بلبنان ولبنان نور بوجودها ونتمنى لها التوفيق يا رب وودي لها تحية من أستاذ زكريا فحان صاحب موقع خبر عاجل ونقول لها أهلا وسهلا في لبنان ونتمنى لها التوفيق يا رب أمين يا رب العالمين بنحبها كثير نحن ونور لبنان بوجودها الله يخليك اوكي يا نازو كمان تحياتنا لك ولكل يلي كمان بيكتبوا بخبر عاجل كل عام وانتم بألف خير اكيد هي رفيقتي نظميه نازو هي هلا انا معاها نظميه وهي هلا انا معاها كثير وهي رفيقتي كثير كثير الحمد لله الله يديمها هالصحبه والصداقه كمان قلت البوكا جديد على الاستوديو يعني زي الاستوديو اليوم كمان بوكا حلو طبعاً هلا اللون الابيض هو طابع لو الأحمر مع كم ورد الحمرة صاروا بيبينوا بوضوح أكثر إلى صاحبة الإطلال الرومانسية والصوت الذهبي كل عام وأنت وأنت بخير مش بين ما بين؟ لا بين شوي بس هو مكتوب هو موقع خبر عاجل صديقتك نازو طبعا ممكن يوصل الإتصال قبل البوكيتي لازم يوصل تحت اللحظة على الهواء ميرسي طبعا لموقع خبر عاجل لزكريا فحامي ومعي هلا شكرا طبعا شكرا مغنية صحتي كثير ما نشكر غناء كمان غناء عبالك سمعينا باللبناني اكيد يلا ليش لا اليسا اليسا مثل ما بدي شو بدي انا الحان مروان خوري كمان وجهله تحياتنا صاحب الاحساس الرائع 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 واكيد الغالي بيخصني مع كل محبيني يلي هيك عم يتساءلوا وين ممكن يكون عندي حفلات خارج لبنان بركي قريبا بلبنان يعني بس تحطيهم بالاجواء ان شاء الله يا رب كان عندي كذا حفله بمصر بس تاجلوا طبعا بهالظروف اللي بمصر طبعا وكنت في عندي كذا حفله بالمغرب كمان بس تاجلت ظروف معينه الحمد لله يا رب ان شاء الله بتمنى اني اعمل حفله بلبنان بعرف انه هذا الشيء راح يصير قريبا ان شاء الله بعرف الشعب اللبناني قد بيقدر الفن وقد بيقدر المواهب الجديده وان شاء الله يا رب خير وقول الجمهور دائما يستنوني يستنوا اخباري طبعا اكيد هن مستنينك بيستنوا هاللقاء معك على الهواء ليتواصلوا معك عنا اخر اتصال رح ناخذه قبل ما ينتهي وقتنا خدي انت من المغرب سميه الو الو زهره وي وي حبيبه زهره كيف حالك الحمد لله تبارك الله عليك ماشي بارك الله فيك من ورا الشاشة عندي لك سؤال طاهرة تفضلي بغيت نسولك واش بصح كانت عندك علاقة حب مع سلطان ماشي يعني سؤال سمية ماشي بزاف غنجاوب بس هيك الله يبارك حبيبة اوكي ثانك يو ماشي لا اسمع شو سؤالها شي ما خبرتينا اياه من اول حلقة لا في شي ما رايح عنه سلطان ومغربي وهيثم كانوا ثلاث اشخاص قريبين لإلي من قريبين لإلي كثير وبحبهم كثير كنا اصدقاء
اللي بصير هو انه الناس ممكن تفكر علاقتنا القريبة من بعض كتير تفكرها انه هي حب، لا هي اعجاب، هي هو بيحبها، لا هي بتحبه، بس ما في شيء ابدا. احنا ثلاثتنا واربعتنا مع بعض اخوة واصدقاء ورح نضل دايما. بريئة. هلا بلبنان كتار عبالهم يشوفوك بحفلة او بشي، معقول تكوني بالكافيك الجمعة او السبت تغني بالدروان بيت مطعم ان شاء الله؟ ليش لا؟ ان شاء الله. فجعات زكريا والله. من نصرات. هاي من زكريا مها. لا شو ما قلت عليه؟ ليالي السعيده المنتدى الرسمي والجروب الرسمي بالفيسبوك. ليالي السعيده اكثر الجمهور طبعا كله يا ريت كتبوا شو نوع البدايه شو بدي رح ناكل. انا بحب الشوكولا، انا بظن الشوكولا لاني بحب الشوكولا، مين ما بحب الشوكولا؟ لا كله شوكولا. بالاول لازم تعملي وش وتقطع الجاتو، ليكي وش فكري بدك تتمني شيء على العالم. اتمنى يا رب انه دائما ضلني محبوبه عند الجمهور، يحبوني ويثقوا فيا، وبتمنى انه اهلي يكونوا راضيين علي هلا، وبتمنى انه دائما يا رب اني شرف المغرب وشرف البلد العربيه كلها واكون قد المسؤوليه يا رب. يا رب يا رب. بشكر كل الناس اللي معي ودعمتني طبعا، بتشكركم طبعا. شكرا. ميرسي. بكره مشاهدينا اذا الله راد حلقه جديده من عيون بيروت. باي باي. بدنا نشوف رغدة عم تاكل لايف عن هالجاتو. ما بفتكر. ما في؟ ما بعتقد. شو هالقطعة فاني سايز؟ كتير كبيرة. خلص هي الي ولا رغدة؟ ثانك يو.